خلال وزارة المالية. احنا امبارح كنا بنتناقش في الموضوع ده مع رئيس الشهر العقاري الأستاذ جمال ياقوت. دلوقتي احنا هنسأل مستشار رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ رجب محروس، موجود معانا. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي قلنا الحالات اللي وفقا للبيان اللي هي العقارات والوحدات السكنية في القرى وكفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة. هل في حالات تانية معفاة من ضريبة التصرفات العقارية يا فندم؟ نعم يا فندم، الحالات نزع الملكية للمنفعة العامة. طب ما هي نزع الملكية للمنفعة العامة دي ما بقتش تبع المواطن، ما بقتش يملكها مواطن، كده كده دي على الدولة. ما بياخد تعويض من الدولة. التعويض اللي هو بياخده، اللي بياخده ده غير خاضع، لا يخضع. تصرفات الهبة للأصول والفروع لا تخضع للضريبة. يعني ايه يا فندم؟ معلش، يعني انا باهب لابن شقة او لبنت شقة او لزوجت شقة، ايوه، دي لا تخضع للضريبة. تخضع للضريبة؟ لا تخضع للضريبة. لا تخضع للضريبة. تمام يا فندم، كويس. تصرفات الوارث في للابن او البنت او الزوجة او الاخ او الاخت. ايوه يا فندم، ايوه. تصرفات الوارث فيما قال إليه من مورثه، تصرفات الوارث فيما قال إليه من مورثه لا تخضع للضريبة حتى 25/7/2018. يعني اللي ورث عقار لغاية 25/7/2018 وباعه قبل 25/7، وباعه قبل، يعني باع يعني من سنتين دلوقتي بقى عليه، اللي يورث النهاردة عليه تصرفات عقارية. لو ورث وباع النهاردة يبقى خاضع للضريبة. خاضع للضريبة، تمام؟ أيوه. دي الحالات المستثناة زي ما حضرتك أشرت، اللي هي الوحدات السكنية في الكفور والعزب والنجوع والتصرف التصرف بالهبة والتصرف الوارث فيما قال إليه، أيوه، والتعويض الناتج عن نزع الملكية. هل إحنا دلوقتي عندنا حركة معمار؟